تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معاي اليوم في الإعداد الأستاذ يوسف سعد، وفي التنسيق والمتابعة نجاة السويدي، وأيضا مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا مستمعينا الأعزاء نرحب بتواصلكم ونستقبل آرائكم وملاحظاتكم واتصالاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومستمعينا الأعزاء، قبل أن نأخذ فقرة التوعية بناخذ معاكم هذا الخبر من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء. تبدأ إحدى الشركات الكبرى في صناعة الأدوية اختبار لقاح ضد كورونا في النصف الثاني من يوليو، وأيضا أنها ستبدأ التجارب على متطوعين للقاح المحتمل المحتمل لكوفيد 19 في النصف الثاني من يوليو، وذلك قبل شهرين من الموعد المقرر. وأيضا وقعت الشركة صفقات مع الحكومة الأمريكية لزيادة طاقتها الإنتاجية بما يكفي لإنتاج أكثر من مليار جرعة من اللقاح خلال العام 2021. وأيضا لا توجد حاليا لقاحات معتمدة ضد مرض كورونا 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، والذي أيضا أودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص في أنحاء العالم حتى الآن. وستختبر أيضا الشركة اللقاح مقابل عقار وهمي وتقييم سلامته والاستجابة المناعية لدى 1045 شخصا أصحاء تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 55 عاما، وأيضا تبلغ أعمارهم ما بين 60 عاما وأكثر، وستجري التجارب في الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا. وأيضا قال البروفيسور بول المدير العلمي للشركة، بناء على قوة البيانات التي سبقت التجارب السريرية والتي رأيناها حتى الآن والتواصل مع الهيئات التنظيمية، تمكننا من تسريع التطور السريري بشكل أكبر. وأيضا الإشارة إلى أنه يجري حاليا تجربة نحو 10 لقاحات ضد كوفيد 19 على البشر، ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال ما بين 12 أو 18 شهرا مع بداية التطوير. أما الآن مستمعين الأعزاء وناخذ فقرة التوعية ومع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة فاطمة الخروصي، وعنواننا اليوم فيتامين سي والبكتيريا النافعة لرفع مناعة الجسم. صباح الخير أستاذة فاطمة. أهلا وسهلا، صباح النور أخوي، تفضل. بالنسبة لجهاز المناعة طبعا انت عارف احنا لو البروبايوتيك او احنا نقصد البكتيريا النافعة مع فيتامين سي، لازم الانسان بعد يعرف شو معناته الجهاز المناعي. الجهاز المناعي هو خط الدفاع الاول والاهم لمقاومة الامراض والعدوى، وان المناعة بشكل عام عبارة عن تقنية متطورة جدا لمواجهة اي خطر او مرض يتعرض له الجسم، مثل السرطانات، الفيروسات او البكتيريا او الميكروبات، بالإضافة لتناول الأطعمة الصحية والحصول على قسط كافي من النوم وممارسة الرياضة بشكل منتظم والإكثار من السوائل. طيب البكتيريا النافعة هاي وفوائدها ممكن تكمن بعد بأنها لها أسماء عدة، ممكن يكون في بكتيريا نافعة، ممكن تسمى بكتيريا الصديقة أو البروبايوتكس، ممكن تسمى بكتيريا السعادة، لأن غياب بعض أنواع هذه البكتيريا في جسم الإنسان يزيد من القلق والتوتر ونوبات الغضب خاصة عند الأطفال، وأيضا تساهم في إنتاج حمض يسمى حمض التروبتوفان صاحب الدور الكبير في عملية النوم والمزاج والشهية. ولأن التوتر بشكل عام يقلل أعداد البكتيريا النافعة داخل جسم الإنسان، لذلك دائما ننصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على البروبايوتيك
لتقليل التوتر والاكتئاب ورفع الكفاءة الذهنية. أهمية هذا البروبايوتكس في جسم الإنسان أنه يساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي من خلال تناول أطعمة غنية من البروبايوتكس، تضمن وجود البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي بنسبة أكبر مقابل البكتيريا الضارة التي تتواجد في الجسم وتسبب تراكم السموم. فبالتالي الإنسان يتجنب الإصابة بعسر الهضم أو قيام كافة أجهزة الجهاز الهضمي بوظائفها بصورة أفضل. أيضا البروبايوتكس يساعد في تحسين صحة الجهاز المناعي وقاية الجهاز المناعي من العدوى البكتيرية. وممكن إحنا نذكر بعض الأطعمة التي تحتوي على البروبايوتكس مثل الزبادي، لأن من أبرز الأطعمة الغنية بالبروبايوتكس يساعد في تنظيف الأمعاء وتحسين مستويات البكتيريا النافعة وأيضا تعزيز عملية الهضم وتجنب مشكلات المعدة. لذلك يفضل يعني من الضروري أيضا تناول علبة زبادي يوميا للأشخاص اللي دائما يعانون من هالمشاكل اللي هي مشاكل الجهاز الهضمي. عندنا من الأطعمة اللي تحتوي على البروبايوتكس واللي الناس ما تعرف عنها البطاطس الباردة، ونقصد بالبطاطس الباردة اللي هي تم غسلها وطهيها ثم تبريدها. هذه بعد مهمة، فيها نوع معين من البكتيريا النافعة اللي تساعد في تحسين وظائف الجهاز الهضمي. عندنا الموز الأخضر، لأن أغلب الأشخاص يتجنبون شراء وتناول الموز الأخضر ويفضلون دائما اختيار الموز الناضج، على الرغم من أن الأخضر هو الأكثر فائدة، فهو مصدر غني جدا بالبروبايوتكس أو البكتيريا النافعة، بالإضافة لاحتوائها على الألياف والفيتامينات والمعادن. أيضا يوفر الموز أيضا تغذية جيدة للبكتيريا النافعة ويساعد على تحسين وحماية العظام والقلب وأمراض القلب. عندنا بعد نوع ثاني من الأطعمة ممكن تكون الشوكولاتة، لكن الشوكولاتة نقصد فيها الداكنة التي تساعد في تشجيع نمو البكتيريا الصحية بالجسم، كما أنها تحميها أثناء مرورها عبر المعدة والتأكد من امتصاصها في الأمعاء الدقيقة. فبالتالي يمكن تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة يوميا للحصول على الفوائد. الأخير عندنا اللي هو الثوم، له خصائص قوية في تعزيز البكتيريا النافعة بالأمعاء، لذلك يعني دائما نتغاضى عن رائحة غير محببة في مقابل تحسين وظائف الجهاز الهضمي والمعدة. أما بالنسبة للمكمل الثاني اللي هو نقصد فيه فيتامين سي، هو من أفضل المكملات لتعزيز نظام المناعة في الجسم، فهو يساعد أيضا على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء اللي تساعد في محاربة الأمراض والمعدية والفيروسات. أيضا ضروري إصلاح وتنمية الأنسجة، فهو يساعد في التئام الجروح والحفاظ على صحة العظام، ويساعد أيضا كمضاد للأكسدة ومحاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تضعف الجهاز المناعي. ودائما نقول دائما نحاول نتناول قرعة يومية من فيتامين سي، لأن الجسم أصلا غير قادر على إنتاجه أو تخزينه. ممكن نلقى فيتامين سي مركز في الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي اللي هي الحمضيات مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت، عندنا الفراولة والتوت بأنواعها، عندنا الأناناس والبابايا والمانجو والكيوي، وعندنا الفلفل الأحمر والأخضر اللي هو الفلفل البارد، عندنا الخضروات الخضراء مثل الكرنب والسبانخ والبروكلي. نعم. بالنسبة للأطعمة اللي ممكن تضعف المناعة وجهاز المناعي، يجب تجنبها هي الأطعمة المعالجة والالتزام دائما. المعالجة احنا نقصد فيها المصنعة أو المعلبة أو المصنعة، يعني أي نوع من الأطعمة المصنعة ممكن تضعف الجهاز المناعي وتأثر عليه سلبا. ونحاول دائما نلتزم بالأطعمة الطبيعية والعضوية. أيضا إذا كنا نقلل دائما نقلل من استهلاك اللحوم الحمراء، لأنها تزيد من فرص الإصابة بالالتهابات، فدائما ننصح استخدام اللحوم الحمراء تكون كميات قليلة. استخدام السكر، نقلل من استخدام السكر لأنها تثبط جهاز المناعي وبالتالي تأثر على خلايا الجسم لتقاوم البكتيريا. عندنا بعد تجنب الملح والأطعمة المقلية، لأنها ممكن تسبب التهابات مثل التهابات الأمعاء وتأثر أيضا على استجابة الجهاز المناعي. شكرا. أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة فاطمة الخروصي، شكرا جزيلا لك. حياكم الله، مع السلامة. مستمعينا الأعزاء، بناخذ معاكم فاصل، وبعد الفاصل بنستضيف الأستاذة آمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية بهيئة الصحة بدبي، والحديث عن عودة موظفين هيئة الصحة بدبي إلى الدوام بنسبة 100%. خلكم معنا مستمعين الأعزاء، فاصل وراجعين. صحة وسعادة،
مستمعينا الاعزاء، رجعنا لكم مره ثانيه ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الاذاعي اليومي صحه وسعاده. برنامج صحه وسعاده تقدم لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اثير اذاعتكم المتالقه دائما اذاعه نور دبي. نذكركم ايضا مستمعينا الاعزاء بارقام التواصل وايضا استقبال ارائكم وملاحظاتكم واقتراحاتكم على الارقام 600551414 وعبر الرسائل النصيه القصيره SMS 4006. مستمعينا الاعزاء، بدايه من صباح الاحد المقبل ان شاء الله سيعود جميع الموظفين في هيئه الصحه بدبي الى اعمالهم بنسبه 100% ايذانا بعوده العمل الى وتيرتها الطبيعيه بعد فتره ليس بالقليله من العمل عن بعد. حول هذا الموضوع مستمعينا الاعزاء يشرفنا الحقيقه ان تكون معنا الاستاذه امنه السويدي مدير اداره الموارد البشريه في هيئه الصحه بدبي. استاذه امنه السويدي صباح الخير. صباح الخير والنور والحبتين على اخوي عبد الله، ايش حالك؟ الله يخليك استاذه امنه. الله يحفظك. احنا طبعا في البدايه استاذه امنه السويدي طبعا بصفتك مديره اداره الموارد البشريه بهيئه الصحه بدبي، الحقيقه نود ان تقدمي رساله لخط دفاعنا الاول من كوادرنا الطبيه بهيئه الصحه بدبي. الله يخليك اخوي عبد الله. بداية صراحة بسهل بكلمات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي الله يحفظه. مثل ما تعرفون تقريبا كلكم البارحة طلعت رسالة من عنده على حسابه في تويتر، واليوم تقريبا بشكل رسمي وصلت لخطوط الدفاع الأمامي، فحبيت بس أقتبس الكلمات اللي قالها لأنها جميلة صراحة ومؤثرة، والفريق عندنا يعني اللي هم من موظفين خط الدفاع الأمامي كلهم مستانسين بوصولها. أبطال خط الدفاع الأول في هيئة الصحة بدبي من الكادر الطبي وحتى الإداري في مختلف الميادين هم جنود وأبطال في قلب الميدان، وهم السد والسياج الذي حافظ ويحافظ على سلامة مجتمعنا. نود أن أشكرهم فردا على سهر الليالي وعلى طاقتهم وتضحياتهم التي سخروها للوطن، ولأنهم آثروا سلامة المجتمع على سلامتهم. فمنهم من لم يرى أسرهم منذ أيام وليالي، ومنهم من عمل لساعات وأيام متواصلة، وإن شاء الله جهودهم ستبقى خالدة بإذن الله حتى ننتهي من هذا الوباء إن شاء الله. نعم طبعا مثل ما ذكرت أستاذ آمنة بأن كلمات الحقيقة محفزة وكلمات تعطي دافع معنوي وتشجيع كبير أيضا الصراحة. وأيضا طبعا أستاذ آمنة السويدي، مع يعني بداية عودة يعني موظفين الهيئة لدوامهم الطبيعي والمعتاد إن شاء الله خلال الأسبوع القادم من الأحد بنسبة 100%، كيف يعني ماذا أعدت هيئة الصحة بدبي لاستقبال موظفيها، وكيف هيئت أيضا بيئة العمل؟ ومن المعروف طبعا يعني هيئة الصحة بدبي بيئة العمل دائما محفزة، بيئة العمل دائما مشجعة. نحب نسمع منك أستاذة آمنة عن التجهيزات اللي تمت لاستقبال الموظفين. أنا أخوي عبد الله بس بغيت أوضح للمستمعين ولكافة الموظفين اللي يسمعوننا حالياً، إحنا بس هيئة الصحة تعرف أنت من موظفين الميدانيين اللي هم أغلب موظفينها في خطوط الدفاع الأمامي، منهم الكادر الصحي سواء طب مساند وتمريض حتى الفئات الإدارية الداعمة. فإحنا عدد الوظائف اللي كانت يعني غير ميدانية وقابلة للعمل عن بعد كان حوالي نسبتها أوفرول من إجمالي الموظفين 80%، لأن الأغلبية إحنا كانوا كلهم في مواجهة جائحة كورونا الفترة اللي فاتت. بالنسبة للموظفين اللي كانوا موجودين وطلعوا عن بعد، طبعا أغلبهم يعني كانوا تقريبا 100% عمل عن بعد، 50% الحمد لله رجعوا تقريبا من حوالي أسبوعين. طبعا قبل ما يرجعون كانت هناك بعض الاستعدادات، منها تنفيذ تعقيم مستمر ودوري، منها يعني ضبط المساحات على أساس الالتزام بالإجراءات الاحترازية، تركيب أجهزة لفحوصات الحرارة. مثل ما تعرف إحنا بعد لأن موظفينا مستمرين كانوا في العمل أغلبهم، فهاي كانت من الإجراءات من البدايات يعني اللي هي بدايات الجائحة والتعامل معها. فكان تقريبا كل مراكزنا وكل مرافقنا فيها أجهزة الفحص الحراري في المداخل والمخارج للهيئة.
يعني الحين بعد عندنا أجهزة تعقيم، إذا أكيد يعني عبد الله وأنت داخل وأنت طالع تشوف أجهزة التعقيم على كل المداخل والمخارج للهيئة. طبعا الموظفين تعرف يمكن تموا فترة، يعني أغلبهم يمكن من شهرين 3 شهور كانوا عمل عن بعد، يعني نوعا ما تخوفهم للعودة للعمل، إن إحنا شو نسوي ويعني شو الأشياء الإجراءات الاحترازية اللي نسويها. فكانت عندنا مجموعة من النشرات التوعوية للموظفين عن بروتوكولات العودة. طبعا الحكومة ما قصرت، طلعت بعض الإصدارات تم تعميمها على الموظفين كافة. تم عمل نشرات توعية بعد عن نصائح العودة إلى مقر العمل، كانت نشرات توعوية بشكل يومي كانت تنزل لهم. وكانت عندنا بعد يعني مجموعة من الإدارات الداعمة، منها إدارة الخدمات الإدارية، إدارة الصحة والسلامة، قاموا بعمل ورش توعوية، يأخذون مثل يعني إجراءات تفتيشية على مقر العمل وعلى الموظفين على أساس يوجهونهم للإجراءات الصحيحة عند العودة للعمل. طبعا بعد كنا حريصين جدا على متابعة أوضاع الفئات الخاصة، لأن احنا عندنا في فئات استثنائية. نعم. استثنتها الحكومة يعني بحكم أن احنا حريصين على صحة وسلامة موظفينا، منهم اللي هم الحالات يعني الكبار السن، الحوامل، عندنا الموظفين اللي يعانون من أمراض مزمنة تأثر على جهازهم المناعي، وكذلك الأمهات اللي عندهم أبناء في الدراسة في المدارس في الدراسة عن بعد من الصف التاسع فما دون. فكانت عندنا يعني متابعة لإحصائياتهم والتأكد من وجودهم في العمل عن بعد. نعم. طبعا أستاذ آمنة، يعني هيئة الصحة بدبي معروفة بحوافزها المعنوية والمادية التي توفرها للعاملين فيها في من يعني من مختلف التخصصات. لو نتعرف أستاذ آمنة على بعض من هاي الحوافز والمبادرات التحفيزية بشكل عام. احنا الحمد لله يعني بفضل دعم الحكومة والقيادة الرشيدة في الهيئة عندنا العديد من المبادرات، يمكن ابتدينا فيها من كم سنة بس يعني تقريبا بشكل بعد سنوي نحدث عليها. يمكن أبرز إحنا البرامج عندنا اللي هو برنامج بكم نفتخر، والفئات اللي فيه منها هو تقريبا حفل سنوي يقام تحت رعاية رئيس الهيئة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل نهيان، ويتم تكريم فيه الفئات المتميزة، يعني الموظفين اللي عندنا أصحاب التحصيل العلمي، عندنا اللي هم عندهم في البحوث والدراسات، الإدارات المتميزة، الفرق المتميزة، والعديد من الفئات الأخرى. عندنا صندوق للمكافآت يشمل مجموعة من الفئات وبه آلية تكريم وجوائز محددة لجميع الموظفين على مستوى وحداتهم التنظيمية. يمكن كان صندوق المكافآت من صلاحيات خلينا مدراء تنفيذيين ومدراء الإدارات في تكريم وتحفيز موظفينهم. وبعد يعني في بعض الفئات مشتركة ما بين البرنامجين هذيلا. يمكن بعد أخوي عبد الله أنتوا ما شاء الله عليكم فريق الإعلامي بعد كنتوا دائما معنا في الترويج عن المبادرات مؤخرا حتى أثناء جائحة كورونا المستجد كوفيد-19، مع جهود موظفينا في صفوف الدفاع الأمامية بعد بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء، تم منح الأطباء عندنا العاملين في خطوط الدفاع الأمامية على إقامة ذهبية اللي هي الإقامة لمدة 10 سنوات. طبعا عندنا احنا يعني 212 تم الإعلان عنهم، وفي بعض يعني تقريبا حوالي 600 وشوي ياسين ترية بس الموافقات عليهم قيد الموافقات إن شاء الله بنحصل فيها قريب. وتم إرسال بعد قائمة مؤخرا، هاي طبعا الإقامة كانت حصرا على فئة الأطباء من خطوط الدفاع الأمامي. البارحة وصلت رسالة الشكر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للموظفين كافة العاملين في خطوط الصف الأمامي. عندنا مجموعة من الرسائل والشكر والمبادرات اللي قاموا فيها شيوخنا وقيادتنا لتشجيع وتحفيز موظفينا في صفوف الدفاع الأمامي. يعني هاي تقريبا ما شاء الله يعني صراحة الموظفين يمكن نستهم التعب، انت مثل ما تعرف عبد الله يعني من بداية الأزمة اليوم الموظفين ما طلعوا من يعني ما طلعوا اجازات، حتى ما كانوا يقدرون ياخذون اي فترات استراحة
حتى الـ يعني فترات الرخص اللي هي ممكن مثلا إذا داوم يعني الاستحقاقات لهم أنه يستريح من بعد المناوبات الخاصة فيهم ما كانوا يقدرون يطلعونها بسبب الضغط. الفترة اللي فاتت كان أغلبهم ما شافوا أهلهم فترة طويلة بحكم أنه كانوا يعني يتجنبون نقل العدوى لهم بحكم أنهم هم يتعاملون بشكل مباشر مع مرضى كوفيد-19. فيعني هاي الرسائل كانت تحفيزية جدا، وما تتخيل كيف أثرها كان على الموظفين. كانوا سعيدين جدا صراحة، احنا توصلنا مسجاتهم، توصلنا بعض الرسائل منهم، بعض الإيميلات منهم، وعدا عن الناس اللي يجونا بشكل شخصي يعني يشكرون. فالحمد لله يعني، والمبادرات كذلك مستمرة. احنا شغالين بعد على مقترح لتكريم خطوط صف الدفاع الأول والثاني والفئات الداعمة، وإن شاء الله أول ما نعتمده داخليا بيتم الإعلان عنه. ممتاز. طبعا أستاذ أمن السويدي، يعني إحنا دائما أيضا نقول بأن اليوم يعني مع جائحة كورونا، ويعني مؤسسة أو المؤسسات الصحية بشكل عام يعني في العالم، وهيئة الصحة بدبي يعني تعتبر الجهة القيادية اليوم في إدارة الجائحة هاي. رغم هذا هناك ما زال مثل ما ذكرتي بمبادرات يعني تحفيزية، وأخذ بعين الاعتبار يعني كل الإجراءات التحفيزية اللي من خلالها يعني يعطي دعم، ويعطي أيضا يعني حافز كبير لموظفين هيئة الصحة بدبي. أستاذة آمنة، إذا كانت هناك من يعني كلمة شكر أو يعني تقدمينها الحقيقة لي موظفين هيئة الصحة بدبي خلال الأسبوع القادم لرجوعهم إلى العمل؟ احنا نقول لهم احنا نترياكم بكل شوق وبكل للأمانة في عبد الله صراحة، يعني صدق احنا يمكن كنا مستمرين في العمل في خلال الفترة هذه بحكم ظروف العمل اللي كانت تتطلب وجودنا في المكاتب، يعني كان عدد بسيط جدا اللي كان موجود. للأمانة من رجعوا الموظفين تغيرت الحياة، يعني صراحة يعني تقريبا الحمد لله الأغلبية كانوا مستانس بالعودة للعمل. نعم. والشعور نفسه أنه يعني يمكن أغلب الأشياء حتى يوم سوينا تقارير العمل عن بعد ونتائجه كانت الـ يعني أكثر ملاحظاتهم أنهم مو قادرين يعني يتواصلون مع زملائهم في العمل، وأنهم متشوقين للعودة للعمل على أساس يشوفون هاي يعني روح الترابط اللي كانت ما بينهم. الحمد لله يعني كان للأمانة ردوا شوي الروح للمكان، فإحنا نقول لهم نترياكم وإن شاء الله لتحاتون ولتشيلون هم كل شيء، كل الأمور الاحترازية موجودة. الحمد لله بعد الهيئة وفرت يعني يمكن أجهزة تعقيم مثل ما تشوفها في كل مكان، السانيتايزر هي معقمات اليد في كل مكان عندنا، وفروا الماسكات القفازات في تقريبا حق كل الموظفين. فالحمد لله إن شاء الله أنهم ما يشيلون هم وبيون، وكل الأمور بتكون طيبة. الله يعطيك العافية أستاذة آمنة السويدي، مدير إدارة الموارد البشرية بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك. العفو، العفو، الله يحفظك. مستمعينا الأعزاء، بناخذ فاصل، وبعد الفاصل بتكون معنا الدكتورة وديعة الشريف، مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي، وموضوعنا انطلاق برنامج طب وعلوم. خلكم يانا مستمعين الأعزاء بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. نذكركم مستمعينا الأعزاء بالتواصل معنا، أيضا استقبال آرائكم وملاحظاتكم واقتراحاتكم على الأرقام 600-551-414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، يواصل البرنامج الطموح انطلاق برنامج طب وعلوم، برنامج طب وعلوم الذي ابتكرته هيئة الصحة بدبي قبل 3 أعوام. نجاحاته وأهدافه التي ترتكز في استقطاب أبناء الإمارات الأوائل والمتفوقين في الشهادة الثانوية، وفتح أيضا المجال أمامهم لدراسة الطب من خلال منح دراسية تتكفل هيئة الصحة بدبي بجميع متطلباتها المالية، ومن ثم رفد مستشفياتها ومنشآتها الطبية بالكوادر الطبية المواطنة، تحقيقا طبعا لسياسة وأهداف التوطين من جهة، ومن جهة أخرى استثمار العقول المواطنة المميزة في دراسة التخصصات الطبية الدقيقة والنادرة.
وبداية من يوم الأحد المقبل بإذن الله تفتح هيئة الصحة بدبي الباب من جديد لاستقبال دفعة جديدة من المتفوقين بمجرد الانتهاء من الامتحانات وإعلان نتائج الصف الثاني عشر. مستمعينا الأعزاء، ولأهمية هذا الموضوع يسعدنا ويشرفنا أن تكون معنا اليوم الدكتورة وديعة الشريف، مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة وديعة. صباح النور، مرحبا بكم، حياكم الله. الله يحييك دكتورة، طبعا نبارك لكم الحقيقة، يعني انطلاق البرنامج برنامج طب طب وعلوم. ولو تعطينا دكتورة نبذة يعني عامة عن فكرة وأهداف برنامج طب وعلوم. نعم، نشكركم صراحة على إتاحة الفرصة نعلن عن برنامج طب وعلوم بإذن الله مثل ما تفضلت لدورتها الخامسة بإذن الله. طبعا البرنامج تم إطلاقه لرعاية الطلبة المواطنين طب وعلوم لخريجي الثانوية العامة من المتفوقين. فبالعادة احنا نبغى نستثمر في هالعقول من الطلبة المتفوقين الراغبين في دراسة التخصصات الصحية. تم إطلاق البرنامج في 2019، وطبعا حتى الآن يشمل البرنامج رعاية حوالي 200 طالب وطالبة على مدى الأربع سنوات الماضية. طبعا نتمنى في الحمد لله يعني جدا يعني أعداد مشرفة في كخريجين من البرنامج. فبحلول الشهر الحالي في يونيو 2020 سيتم تخريج إن شاء الله 28 خريج من هذا البرنامج. وطبعا بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بإذن الله راح نضمن لهم فرص التوظيف بحسب اختصاصاتهم ومؤهلاتهم العلمية. ومنطلق يعني من هالمنطلق احنا الحين يسعدنا وعبر اثيركم وعبر الاذاعه ان نعلن عن فتح باب التسجيل من يوم الاحد القادم 14 يونيو الى 28 يونيو لاستقبال الدفعه الخامسه. وطبعا التسجيل راح يكون عن طريق موقع هيئه الصحه في دبي. نعم نعم تفضل. تفضلي دكتوره تفضلي. بس حبيت أذكر إن إحنا يعني عشان نشجع الطلبة إن شاء الله يعني عشان يقدمون للبرنامج، فنحب نذكر أهمية أو أهداف البرنامج. طبعًا هي بالدرجة الأولى تلبية لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بدعم التنمية البشرية المواطنة خاصة في المهنة الطبية، ونحب نعزز التخصصات بالذات في مجال التخصصات الطبية الدقيقة وكذلك التخصصات التمريض. التمريضية قد أثبتت طبعا مثل ما شفنا الفترة الماضية جائحة كوفيد 19 مثل الحاجة الماسة لإعداد هالكوادر المهنية في القطاع الصحي عشان نلبي احتياجات طبعا المجتمع الإماراتي من المنظومة الصحية. فبإذن الله يعني نتوقع أعداد كبير إن شاء الله راح يقدمون لنا للبرنامج، وراح نضمن لهم الوظيفة في المستقبل وكذلك برامجهم التدريبية في يعني ما بعد التخرج. مثلا من بعد التخرج عندنا من سواء كان من المجالات الطبية والتمريض أو الطب المساند بعد الفترة هم يحتاجون فترة امتياز بالنسبة للأطباء وكذلك فترة تدريب للطب المساند. فإحنا نضمن لهم حتى يعني الفترة التدريبية في الهيئة، وبعد ذلك حتى إذا محتاجين أي ابتعاث سواء داخلي ولا خارجي، وكذلك بالنسبة للطب المساند والتمريض نضمن لهم الوظائف بإذن الله. نعم دكتورة وديعة، طبعا يوم نتكلم عن موضوع طب وعلوم، طبعا المجالات الدراسة اللي توفرها هذا البرنامج هل هي فقط للطب أو يعني هناك علوم صحية أخرى ممكن يعني يشمل هذا البرنامج؟ نعم، احنا طبعا بالاضافه للطب عندنا الطب المساند مثل ما ذكرنا، يعني طبعا هذا يضمن المختبرات الاشعه العلاج الطبيعي بالاضافه الى الصيدله والتمريض. يمكن الحين في الفتره الماضيه احنا شفنا مدى الحاجه طبعا مثل ما قلت خلال الجائحه هذه ان الحاجه الماسه لا زالت موجوده بالدرجه الاولى للطب والتمريض. فيمكن نعطي احنا الحين البرنامج هذا ان شاء الله الاولويه للفئتين، لكن لا زالت الفرص متاحه بالنسبه مثل ما ذكرنا العلوم الصحيه فيما بما فيه المختبرات والاشعه والعلاج الطبيعي. صحيح دكتورة وديعة، يعني المستفيدين من هذا البرنامج أكيد طبعا أنتوا وضعتوا بعض يعني الآلية والشروط يعني اللي يستفيد منها الشخص من هاي المحنة، لو تحدثينا في هذا الجانب. نعم، نحب نذكرها على عجالة، يعني من أهم شروط القبول أن يكون الطالب طبعا من مواطني دولة الإمارات، ويكون حاصل على شهادة الثانوية العامة بالنسبة المئوية المطلوبة لكل تخصص. مثلا المعدل المطلوب للطب بحد أدنى بيكون 90%،
المختبرات والأشعة 85%، التمريض، العلاج الطبيعي والصيدلة ما يقل عن 80%. طبعا كذلك احنا نرعى الجامعيين، يعني عندنا فئه من الجامعيين بعد ممكن نرعاهم ما اذا ما حصلوا على فرص في السنوات الماضيه او ما قدموا على البرنامج، لا زالت الفرصه متاحه حتى الجامعيين ان الهيئه ترعاهم، فبس بشرط ان معدل القبول لا يقل او معدل التراكمي ما يقل عن 2.5، يعني الجي بي اي ما يقل عن 2.5. بالإضافة طبعا هو لازم الطالب يعني يبرز لنا القبول الأكاديمي من الجامعة أو المكان اللي هو يدرس فيه، وبالنسبة للطلبة الدكتور أنه يكون قد أنهى أو حصل على إعفاء من الخدمة الوطنية. نعم دكتورة وديع، بخصوص يعني تذكرتي بأن إن شاء الله بيكون يعني باب التسجيل مفتوح من يوم الأحد المقبل، يعني فما هي يعني مثلا آلية التسجيل ومتى الفترة، يعني كم هي فترة التسجيل من يوم الأحد؟ نعم من يوم الأحد على مدى أسبوعين، يعني من 14 يونيو إلى 28 لنهاية الشهر، فمن الأحد القادم لنهاية الشهر الباب التسجيل مفتوح. طبعا بيكون عن طريق موقع الهيئة، موقع هيئة الصحة بالبيت، مجرد أي طالب يدخل على رابط الهيئة فبيلاقي على طول موجود في announcement، فتحت الإعلانات بيلاقي فتح باب التسجيل لبرنامج طب وعلوم. طبعا البرنامج تابع لإدارة التعليم الطبي والأبحاث، فتحت هالبند بيلاقي كل لأن احنا ما يكون عندنا إن شاء الله هي بالنسبة لها الفترة القادمة إن شاء الله هي بداية السنة الأكاديمية، يعني كل التسجيل لجميع البرامج الأكاديمية، فمثلا احنا حتى فتحنا الحين باب للبرنامج سنة الامتياز، وكذلك الحين يعني على نهاية الشهر بنفتح باب للبرنامج دبي للتخصصات الطبية. فعلى نفس الرابط وعلى نفس المكان في تحت بند إدارة التعليم الطبي والأبحاث بيلاقون عدة برامج، فممكن أولها هو طبعا رقم واحد اللي أنا بنبتدي يوم الأحد بيكون برنامج طب وعلوم، من خلال هالرابط على طول يدخلونه. وطبعا هناك موجود مثلا هلا أهم الشروط مثل ما ذكرناها، وكذلك شو هي ليش محتاجين كدوكمنت أوراق إن اللي يحملون فيها على الموقع، ويطلع لهم الريفرنس نمبر، واحنا ان شاء الله قبل نهايه الشهر مجرد ما يتسكر باب التسجيل بنفرز الاوراق، وعلى بدايه الشهر ان شاء الله بدايه شهر 7 راح نبلغهم بالنتائج. طبعا ما يكون ما بعد فرز الاوراق بيكون عندنا مقابلات، فبن يعني بنذكر على الطلبه وبيوم بنبتدي بالمقابلات الشخصيه، وبعد هذا ان شاء الله تظهر النتائج على تقريبا نص 7 باذن الله. نعم دكتورة وديعة، طبعا يعني أنتم دائما تطلبون، واليوم يعني توجه هيئة الصحة بدبي للتخصصية والتخصصات يعني النادرة، فمنذ يعني بداية انطلاق البرنامج هذا برنامج طب وعلوم يعني قبل 3 سنوات، لو تحدثينا دكتورة ما هي التخصصات اللي تشوفونها اللي تم فيها رغبة يعني من طلابنا الإماراتيين في التقديم للحصول على هاي البعثة الدراسية؟ نعم احنا صراحه يعني على مدى يمكن مثل ما ذكرت يعني السنوات الماضيه شفنا فيه صراحه اعداد ونسب مشرفه للطلبه من الخريجين ومواطنين الدوله، وهم يعني خريجي الثانويه العامه بنسب جدا يعني فيها تنافسيه، بحيث ان الواحد يصعب عليه انه يعني من اثناء جدا ممنوع الثاني. احنا نحطي طبعا الطب مثلا نكون من نبغى نسبه فوق 90، لكن احنا نشوف يعني ما شاء الله العدد والعدد الشواغر المتاحه اوريدي تتاخذ كلها، والنسبه ما يعني السلبة تكون 96% وفوق. طبعا احنا بالدرجة الأولى احنا محتاجين اليوم يعني نركز على الطب حتى كتخصص طب، لأن لا زالت الهيئة ولا زالت الدولة محتاجة في التخصصات الدقيقة، محتاجين احنا يعني ان نملي هالفراغات الموجودة. وحتى مثلا يعني حين مثلا احنا عندنا في الباطنية بعد عندنا مثلا ما فوق التخصصية، ففي سب سبيشاليتيز اللي احنا محتاجين اليوم نسد الشواغر فيها. فبالدرجة الأولى يعني راح نهتم إن شاء الله بالطب، كنا ناخذ يعني عدد من الكراسي بحيث ان في المستقبل نقدر نغطي حتى التخصصات الدقيقه، والهيئه راح ترعى الطلبه اللي بيكملون بيواصلون مسيرتهم الدراسيه عقب ما يخلصون ان شاء الله يعني بكالوريوس طب وجراحه اللي هي من الكليات والجامعات الطبيه الموجوده في الدوله، من عقبها حتى احنا نمهد لهم ونكمل لهم المشوار الاكاديمي الطبي بحيث ان يلتحقون برنامج ترك الامتياز، من عقبها لبرنامج دبي للتخصصات الطبيه. وطبعا احنا اليوم عندنا في هيئه الصحه 22 برنامج تخصصي معتمد
من عدة جهات عالمية مثل الكلية الملكية البريطانية، الكلية الملكية الإيرلندية، بالإضافة طبعاً لبرنامج برامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. طبعاً إحنا مجرد اعتمادنا من هالجهات الأكاديمية العالمية، فهو الطالب يكون عنده شهادة معتمدة، مجرد ما يتخرج من هالبرنامج مثلاً فيكون عنده شهادة معتمدة. فحتى إذا حبته مثلاً يكون عنده سبب بشارتي، يعني حتى ما فوق التخصصية ممكن يبتعد خارج الدولة، أو إنه نستفيد منه ككادر طبي متميز مهني موجود في الهيئة في التخصصات الدقيقة اللي إحنا نحتاجها بإذن الله. طبعاً بالإضافة إحنا ما نركز يعني غير الفئة الطبية، فئة التمريض. وفئة التمريض صراحة إحنا في حاجة ماسة لفئة التمريض في الفترة القادمة بإذن الله، يعني فإن شاء الله راح نسد الشواغر الموجودة وراح نسوي لهم برنامج تشجيعي وحتى برامج تخصصية. يعني يمكن لغاية اليوم إحنا في التمريض بس كان عندنا برنامج بحيث إنه يغطي البرنامج العام للتمريض، لكن إحنا الحين نبغى نرسم لهم يعني مسارات مهنية واضحة بحيث إن حتى في التمريض يكون عندنا برامج تخصصية، مثل يعني يكون حد متخصص في العناية الفائقة أو حد يكون متخصص في القلب كتمريض حتى. فإن شاء الله هاي بشهادات بتكون معتمدة وعالمية بإذن الله. صحيح دكتورة وديعة. أيضا طبعا إدارة التعليم المستمر تحت إدارتكم الموقرة، صراحة هناك المعروف بأن لديكم الكثير من الشراكات يعني مع الجامعات مع كليات عالمية، لو تحدثينا دكتورة عن الشراكات هاي وكيف يتم أيضا يعني تطوير والاستفادة من هاي الشراكات اللي موجودة حتى سواء على مستوى الحالي وأيضا على مستوى يعني المنح الدراسية اللي تقدم حق الطلبة. نعم طبعا الحمد لله الهيئة بقيادة معالي أحمد القطامي يعني ما قصرت في عقد شراكات استراتيجية جدا مهمة، وطبعا هذه بالدرجة الأولى تساعدنا إحنا في تنفيذ استراتيجية التعليم الطبي والأبحاث اللي تم في نهاية العام الماضي اعتمادها. فمثلا الحين على مستوى الدولة ممكن أقول في مجال التمريض تم الاتفاق وعقد اتفاقية مع كلية فاطمة للعلوم الصحية، بحيث أن يعني نضمن أن الكادر التمريضي اللي قاعد يتخرج من الكلية إحنا نقدر نوظفه في الهيئة عندنا، وكذلك نوفر له مجالات تخصصية في التمريض. طبعا على مستوى العالمي إحنا عندنا شراكات واتفاقية مع كندا، كذلك الحين من الشراكات اللي راح الحين يعني في المستقبل القريب ان شاء الله نوقعها، كذلك مع عدة جامعات في امريكا، وكذلك عندنا حاليا الاتفاقيات اللي قائمه مثل ما قلت الكلية الملكية البريطانية وكذلك الكلية الملكية الايرلندية. وطبعا هذه عدة برامج متميزة عندنا فيها تخصصية في عدة تخصصات مختلفة، يعني فهذا قاعد يتيح الفرصة لجميع الخريجين مثلا من برامج الطب انهم يتخصصون في مجالات مختلفة وما يتقربون بصورة كبيرة. يعني مثلا هذه الشراكات تساعدنا بحيث ان احنا يكون عندنا برنامج توأمة مع الجهات الخارجية، بحيث ان اذا الطالب كان قبل المفروض يبتعد لمدة 4 سنوات فاحنا اليوم ممكن يعني بالشراكة هذه واعتماد الهيئة الصحية مثلا هيئة الصحة زي كمراكز تدريبية تحت اشرافهم المباشر، فبالتالي ممكن يعني يختصر عدد المسافة، فبالتالي عندنا يعني ممكن يكون عندنا في الدولة في المراكز او مستشفيات الدولة المدى 2 ياخذ التخصص، و2 الباقيين مثلا ممكن يروح فيها في الدولة اللي هي المفروض يعني مبتعث لها، او انه يكون عندنا شراكة معاهم في التخصصات. ممكن اذكر على سبيل المثال برنامج جراحة العظام عندنا اتفاقية مع برلين في ألمانيا، وبرنامج التخصص عبارة عن 6 سنوات. فعلى مدى الحمد لله السنوات الماضية يعني البرلمان الألماني والمجلس الكونسل عندهم استضفناهم عندنا في الهيئة واعتمدون البرنامج، فأربع سنوات الطالب اللي هو تحت التخصص جراحة العظام يمضيها هني في هيئة الصحة، وطبعا من المستشفيات وتعلم ويعني يشتغل بالعمليات وكل شيء تحت إشرافنا الكادر الطبي اللي هم أوريدي معتمدين كمدربين يعني تحت نسميهم احنا انترناشونال اكريديتد ترينرز. وبعد 4 سنوات بعد ما جرت ما يخلصون من عندنا يروحون لألمانيا فيخلصون آخر 2 عندهم، فبالتالي ما كان يبتعث 6 سنوات فحين بس يبتعث آخر 2. طبعا هذا وايد يساعد بالنسبة للطلبة لأنه ما يتغربون يعني عن أهاليهم عن بلادهم، فيحصلون التدريب من هني ومن هناك وعلى يعني درجة عالية من المعيار عالمي يكون إن شاء الله.
نعم دكتورة وديعة، من بداية البرنامج طب وعلوم، يعني عدد الطلبة المواطنين الذين استفادوا من البرنامج طب وعلوم منذ بدايته؟ نعم، مجموع مثل ما ذكرنا يمكن مجموع العدد اللي قدموا على برنامج طب وعلوم حوالي 200 شخص لغاية اليوم، يعني عندنا 200 طالب وطالبة في البرنامج لليوم، واحنا الحين ان شاء الله راح نستقبل الدفعة الجديدة مثل ما ذكرنا، فمرجعة ان شاء الله باستحباب التسجيل من يوم الاحد راح نستقبل يعني عدد الطلبة من للبرنامج، وبنحصر اعدادهم بنشوف كم بتكون هاي الاضافه اللي بتكون موجوده، وطبعا من الدرجه الاولى راح نعطيهم الاولويه. وجزاهم الله خير صراحه، عندنا جماعتنا يعني في القياده الرشيده ان هم فعلا سووا لنا سبورت وسووا لنا كان لنا دعم كبير، بحيث انه يعني احنا كنا خايفين انه ممكن هالبرنامج هاي السنه يمكن ما نقدر ناخذ، لكن مع ذلك كان اللي في دعم كبير لنا يعني للمره الخامسه نكمل على التوالي. فحاليا موجودين 200 طالب مثل ما ذكرنا، وراح يتخرجون ان شاء الله هالشهر على نهايه الشهر 28 خريج يعني من البرنامج نفسه. نعم نعم. الحقيقه دكتوره وديعه الشريف مدير اداره التعليم الطبي والابحاث بهيئه الصحه بدبي، الحقيقه نبارك لكم يعني انطلاق برنامج طب وعلوم، وايضا كل التوفيق للمتقدمين ان شاء الله، ونتمنى للجميع التوفيق. شكرا دكتوره وديعه. شكرا، بارك الله فيكم، يعطيكم العافيه. شكرا. مستمعينا الاعزاء، وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم، واتمنى ان شاء الله ان الحلقه قدمت لكم المعلومات المفيده، وهذا هو نهج هيئه الصحه بدبي نحو مجتمع اكثر صحه وسعاده. وايضا نذكركم مستمعينا الاعزاء بان الالتزام بالاجراءات الوقائيه والاحترازيه واجب وطني ليساعدنا على تجاوز هذه المرحله، وسلامة المجتمع أمانة لا يمكن الاستهانة بها. أحب أن أشكر فريق العمل معي اليوم في الإعداد الأستاذ يوسف سعد، والتلفيق نجاة السويدي، ومخرجنا المتألق دائما نمر محمد. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.